اهلا بكم من جديد في الدقائق القليله قبل ان اترك المكان لزميلي خيري رمضان. سريعا مجموعه اخبار، اتصل بينا ناس كتير جدا بخصوص الازمه في الاسكندريه وازمه الاتصالات عفوا في الاسكندريه، وان الناس دفعت عن طريق شركه والشركه ما وردتش للمصريه للاتصالات. بعض المصادر ومصادر يعني موثوق فيها في المصريه للاتصالات اكدت لنا ان الخدمه هتعود لكل المواطنين غدا، دي خدمه التليفونات الارضي انها هترجع للناس غدا، بس طبعا انا مش متاكده يا جماعه من الكلام ده حتى يصدر لنا مصدر يتكلم على التليفون من المصريه للاتصالات. انا مش بفهم الناس اللي تكلمنا وتقول لنا مصدر مصدر يعني مش عارفين اسمه، ومش قادره افهم هي المصريه للاتصالات مش عايزه تتكلم ليه؟ ما تطلع تتكلم وتقول يا جماعه حقوقكم محفوظه وهذه حقوقكم واحنا هنرجع للناس حقوقها وهنرجع التليفونات في الوقت التالي، لكن احنا كلمنا مصادر وبعد شويه قالوا لنا لا والله مش هنقدر نخش على التليفونات عشان لسه عندنا مشاكل. اعتقد ان ده عدم اكتراث بالمواطن قبل ما يكون عدم اكتراث بينا. ايمان من اسكندريه، اتفضلي يا ايمان. ازي حضرتك؟ ازيك انا طبعا يعني باكد لحضرتك تاني ان هم فعلا امبارح قالوا ان الحراره هترجع النهارده الساعه 12 الظهر، هو فعلا ما رجعتش لحد دلوقتي. انا جربت كمان دخلت على www140 اونلاين عشان اشوف الفاتوره تاكد ان هي اتدفعت ولا لا، لقيتها ما اتدفعتش. فستيل الوضع زي ما هو، وانا كنت ناويه لحد بكره الصبح، انا كنت اديهم فرصه على اساس واثقه فعلا في الكلام اللي قالوه لي امبارح ان النهارده الساعه 12 الظهر، وبعدين قلت خلاص اخرهم معايا بكره الصبح هروح السنترال بقى وهشوف هعمل مشكله، يعني هتكلم تاني مكتب رئيس الهيئه اللي كانوا اداهاني الرقم بتاع البديل 140 بحيث ان انا اعرف يعني هل عايزين يدفع تاني ولا اعمل ايه؟ لا تدفعي يعني. تاني يعني مفيش حاجه اسمها تدفعي تاني، والمصريه للاتصالات لازم تطلع للناس وتقول لهم ماذا يحدث، هذه شركه حكوميه ومدرجه في البورصه. سالت المسؤول بتاع الشركه قلت له يعني هل شركه خدماتك وفوري والناس دي تبعكم فعلا؟ قال لي احنا متعاقدين معاهم بيحصلوا لنا الفواتير وبياخدوا نسبه، قلت له فعلا لان الايصال اللي معايا فيه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه ومختوم. يعني هاو كام بقى ان يحصل كده يعني؟ الحقيقة خلينا نشوف ماذا سيحدث بالغد، وأنا ما زلنا في انتظار رد رسمي من المصرية للاتصالات. دي شركة محترمة ومدرجة في البورصة، ما أعتقدش أن الأستاذ عقيل بشير أو أي حد من المسؤولين على المصرية للاتصالات إذا عرف بهذه المشكلة، وأكيد عرفوا بهذه المشكلة، هذه شركة مدرجة في البورصة. إحنا فاهمين يعني إيه شركة مدرجة في البورصة، يعني بكرة ممكن يحصل لها مشكلة. أعتقد أنه الأفضل أن يصدر بيان رسمي من المصرية للاتصالات يوضح يا جماعه ببساطه كده مش مصدر وخايف يتكلم وخايف يدخل على التليفون، ما اعتقدش ان دي طريقه مهنيه على الاطلاق في التعامل مع المشكلات، شبه الطرق القديمه اللي هي خايف يتكلم دايما. مدام اللواء محمد فوزي، اتفضلي يا فندم. ايوه يا فندم، اهلا، ازيك يا مدام لميس؟ اتفضلي يا فندم، اهلا بيك. والله انا برضو هي بنتي ايمان اللي كانت بتتكلم وهي كانت دفعت لي الفاتوره، وبعدين انا استغربت حتى من شكل الفاتوره مش جايه بالتفاصيل بتاعتها بس، فقلت لها الفاتوره دي مالها عامله كده مش زي كل مره، فقالت لي يا ماما ده هم خدمه جديده، خدمه جديده اسمها خدماتك، وانا رحت دفعت فيها لانها قريبه من البيت. واحنا كل مره بندفع عندنا في النادي الحقيقه نادي سبورتنج فيه مركز خدمات بنروح ندفع فيه التليفونات او بندفع في السنترال. بس هي لقت ده جنبها فراحت دفعت، وبعدين لقيت بقى امبارح لقيت بقى بطلب لقيت بتقول لي لا انت ما تبعتيش الفاتوره هو يعني انا بس يعني انا واخده بالي ان دي نفس المشكله لدى ناس كتير في اسكندريه، وعايزه اقول لكم انا بس مش عايزه اكبر الموضوع، بس انا عملت كده في بيتي هنا في القاهره وبرضه التليفون ما رجعش، فاتمنى ان الموضوع ده ما يبقاش اسكندريه والقاهره ويبقى الخدمه نفسها عندها مشكله اللي هي فوري دي يكون عندها مشكله، بس انا دافعه بقالي يومين وبرضه الخط ما رجعليش وهستنى واشوف ايه الوضع. منى من اسكندريه، اتفضلي يا منى. ايوه مساء الخير. مساء النور. ايوه اتفضلي يا فندم. ايوه حضرتك في شركه خدماتك في اسكندريه دفعنا الفواتير فيها، دفعنا 10 فواتير واحنا مركز طبي من ضمنها. فدلوقتي احنا وقالوا اللي هو صاحب الشركه طلع نصاب او حاجه زي كده، وراح امبارح اسم الرمز مع المامور اللي هناك استاذ ايمن وحقق معاه كل حاجه وخدمات كتير، وناس كتير كانوا مش انا بس يعني ناس كتير ودافعين فواتير موبينيل وداتا ولينك غير الفواتير الارضي. فكل دوت احنا مش لاقيينهم خالص، ودلوقتي بتصل بيهم على الرقم اللي خدمتهم 19 16 ما
ما حدش بيرد عليا. وامبارح رحت الشركه فرع الشركه في 11 شارع عمانويل اللي هو في سموحه عندنا. السكرتاريه هناك قابلوني وخدوا ارقام التليفونات اللي احنا دفعناها وقالوا لا بكره الصبح هيكون موجود. التليفونات هترجع الخطوط واحنا هنتفاهم مع مدير الشركه المصريه للاتصالات. طيب خلينا نشوف. احنا في انتظار رد رسمي. لما اتصلنا بمصريه اتصالات قالوا لنا الخطوط هترجع بكره الساعه 3 واعتقد انه لابد ان يكون هناك تصرف قضائي مع هذه الشركه الوسيطه، لكن خلونا نشوف ماذا سيحدث وغدا لنظره قريب. مره اخرى في انتظار رد رسمي من المصريه للاتصالات. فايزه من اسكندريه، اتفضلي يا استاذه فايزه. اهلا اهلا، مساء الخير. مساء النور يا مدام فايزه، اهلا بيكي. يعني بجد بحييكي وبهنيكي وفرحانين بيكي. ميرسي يا مدام، ومشرفانا طبعا يعني منوره الشاشه على طول. اهلا بيكي، ربنا يديك الصحه يا رب. اولا طبعا حكايه التليفونات دي بجد حاجه مش معقوله، بقالنا اربع ايام وشوفي بقى يعني انا وبنتي وابني وبعدين العياده واقفه حال بطريقه صحيح. وبعدين انا ما اعرفش ليه انا انتي موبايل، يعني عشان اكلم في الموبايل ببقى متعصبه. وبعدين كل شويه يقولوا لنا السكرتيره راحت. طبعا زي ما المدام بتقول فعلا لقت قسم الرمل مقلوب وعاملين بلاغات وكده اهوت، وقالوا في حد نصب ايه والفواتير ما تقدمتش واحنا معانا الفواتير. وبعدين هتيجي امبارح الحراره، هتيجي النهارده الحراره، لحد دلوقتي ولا ما جاتش. طيب خلينا نشوف. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا جالنا رد يعني بس بشكل ودي من المصريه للاتصالات، ما زلنا في انتظار رد رسمي من المصريه للاتصالات حول ازمه الاسكندريه. اتمنى ما تبقاش الازمه دي في القاهره، زي ما قلت لكم انا عندي نفس شخصيا نفس المشكله، اتمنى انها ما تبقاش امتداد لازمه الاسكندريه. وهنشوف وهتابعكم وهشوف تليفوني هيرجع له الحراره ولا لا، وهتابعكم وهتابع ناس اسكندريه. لكن معانا تليفون اخير. معانا مين؟ ممدوح طلبه، رئيس الحسابات بشركه التعمير والتنميه للاداره السياحيه. اتفضل يا استاذ ممدوح. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. هو حضرتك بس الموضوع بتاع الشركه هو فيها اتصال حاليا مفتوح للاعتراض على قرارات؟ اشرح لي شركه ايه دي يا فندم لو سمحت. دي يا فندم الشركه اللي بتشرف على التشغيل بتاع القرى السياحيه في الساحل الشمالي. القرى السياحيه في الساحل الشمالي، ايوه تمام يا فندم. الشركه دي حضرتك انشاتها الهيئه بمساهمات معينه من الهيئه وجهات التشغيل. مفهوم مفهوم. ومساهمات العامل علشان تشتغل في دلوقتي فيها 3000 عامل. تمام؟ ال 3000 عامل دول بيقولوا ان طبعا عادي الشركه خلص وخدنا مد للدكتور عصام شرف سنه، وبعد سنه دلوقتي ال 3000 عامل دول المفروض يمشوا دلوقتي والدوله تصرف على الاماكن دي. هل ادوكوا انذار؟ افندم؟ هل كان في انذار قبل فصلكم؟ حصل مد سنه، احنا اعترضنا في القاهره وخدنا مد سنه من اللي هو خلال عام 2015. انتوا تبع وزاره ايه يا فندم؟ وزاره الاسكان؟ يا فندم الشركه تعتبر شركه قطاع خاص، انشئت شركه مساهمه. طيب. شركه مساهمه، انشئتها الهيئه في الاول وبعدين المنافسه وفي دي الاشراف على القرى السياحيه كلها في مارينا، عفوا في الساحل الشمالي. هي الفكره دلوقتي اللي هي بنعتبرها برضو فكره خطيره الى حد ما، واستمرار لسياسات برضو غلط مش مظبوطه وتخبط اداري وعقيم هينتج عن تشغيل الناس دي كلها. انتوا كام عامل يا استاذ ممدوح؟ كام عامل؟ 3000، عندي 3000 عامل. 3000، طيب يعني هنحاول نبص. وكلها شركه خدمات، ناس غلبه جدا، معظمهم صناعيه وبتوع نظافه وبتوع عامل. طيب. يعني مش يعني ننظر في مشكلتك، نحاول ان احنا نوصلها للمسؤولين. بشكرك استاذ ممدوح طلبه. اخيرا رساله من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمه النقد للمشير طنطاوي، حول توضح اسباب اعتراض عوده القضاء المفصولين الى الخدمه في اعتصام من عدد من القضاء اللي كانوا فصلوا قبل ذلك ويريدون العوده. سياده المستشار الغرياني اكد ان هؤلاء تم فصلهم لما ثبت في حق كل منهم من أمور تخرج عما توجبه الوظيفة القضائية وليس بسبب عملهم على قضية استقلال القضاء أو احتجاجهم ضد تزوير الانتخابات كما يدعون. وقال المستشار الغرياني في رسالته التي وجهها للمشير طنطاوي بأن الأحكام الصادرة بشأن القضاة المفصولين أصبحت نهائية وباتة، وأن الكثير منهم حكم عليه قبل تولي المستشار ممدوح مرعي وزارة العدل. طيب المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة، مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. لو تشرح لنا تفسير او رسالة المستشار الغرياني والاعتصام لعدد من السادة القضاة.
لا هم مش عدد من السادة القضاة، هم عدد من السادة القضاة السابقين. السابقين عفوا. السابقين طبعا. نعم. الحقيقة إن سعادة المستشار حسام الغرياني بالرسالة اللي أخذتها النهاردة جنبنا كثير من اللبس في هذا الموضوع. لأن إحنا نحن نعاني من شهر فبراير الماضي من أن عدد كبير من القضاة السابقين، عدد يتجاوز 500 من القضاة السابقين الذين تمت إحالتهم إلى التأديب والصلاحية بسبب وقائع خاصة بهم، أثاروا أزمات متتالية وطلبوا من رئيس النقد السابق المستشار سيدري صيام عودتهم إلى العمل، وطلبوا هذا المطلب أيضا من وزير العدل السابق المستشار محمد الجندي. وبالفعل شكلوا لجنتين لبحث حالاتهم علشان يشوفوا أوضاعهم، هل في أوضاع تستحق الإصلاح أم لا، لأن طيب. هم ادعوا للأسف أنهم أحيلوا للصلاحية بسبب مواقفهم من نادي القضاء، وهذا غير حقيقي على الإطلاق. هؤلاء جميعا لم يكن لهم أي مواقف سابقة في قضية النادي في سنة 2005 أو 2006، ولم يكن لهم حتى تواجد مع نادي القضاء في أي من تلك الأحداث، ولا نذكر لأي منهم موقف ضد موقف داعم لاستقلال القضاء او ما شابه. هذه مواقف خاصه بهم مسلكيه او قانونيه، ولكن في كل الاحوال هي قضايا خاصه احيلت الى مجالس تاديب وصلاحيه طبقا لقانون السلطه القضائيه. طيب. وصدرت فيها احكام نهائيه بالعزل. سياده المستشار، انت كنت احد طبعا طائر الاستقلال، احد اعضاء طائر الاستقلال، هل تذكر وجود هؤلاء معكم باي شكل من الاشكال؟ كانوا موجودين مثلا في تظاهراتكم 2005، في اعتصاماتكم، في وقفتكم الاحتجاجيه؟ على حتى التأييد لم يكن أي منهم يؤيدنا، حتى مجرد التأييد لا نذكر لأي أحد منهم حتى مجرد التأييد. وأقول لحضرتك على حاجة، نحن مطالبنا كانت معلنة، وكنا نعلن هذا في جمعياتنا العمومية، ونعلنه من خلال وسائل الإعلام، ونعلنه من خلال التلفزيون والصحافة، ومن خلال الندوات، ومن خلال جمعيات المجتمع المدني ومؤتمراتهم وندواتهم التي كانوا يعقدوها بخصوص استقلال القضاء، ولم نتعرض لمثل هذه الممارسات. لا، نحن لم نتعرض إلا لمشكلة المستشارين هشام البصويسي ومحمود بيكي. نعم. وهذه قصة معروفة. أما جميع هؤلاء الزملاء السابقين فلهم مسائل خاصة بهم، هم بعيدة تماما عن نادي القضاء وممارسات نادي القضاء. أشكرك سيادة المستشار هشام رؤوف على هذا التوضيح. دي كانت فقرتنا، بترك المجال لزميلي الأستاذ خيري رمضان، وهيكون معه عدد من الضيوف يناقشون أولويات قضايا الصحة والتعليم والاقتصاد بعد الثورة في عيون عدد من الخبراء. دكتور محمد حسن خليل رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة، دكتور كمال مغيث الخبير التربوي، والأستاذ محمود عطلة الخبير الاقتصادي. أرجو أن تستمتعوا بالفقرة القادمة، وألقاكم مرة أخرى في 10:30.